فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما يحدث من المبالغة في أسعار بهيمة الأنعام، وخاصة في موسم الأضاحي أصبح بعض الناس يتباهى بشراء ما هو غال جدا ويعيبون على من اشترى بسعر أقل، يقول: ما التوجيه في ذلك وهل هو مشروع؟ التباهي لا يجوز، لكن إذا كان ارتفاع قيمتها بسبب غلاء الأغنام قلتها وغليت بسبب قلة العرض فهذا لا بأس به، يشتري أحسن ما يجد وأكثر ما يجد ثمنا. أما إذا كان غلاؤها من باب التباهي فهذا لا يجوز. نعم.